السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلاب الصف الثاني الابتدائي، اهلا بكم في فيديو جديد. معكم سمنة صبحي وانتم دلوقتي على قناة يوسف آسر تي في. ان شاء الله في فيديو النهاردة هنقرأ مع بعض كلمات الدرس الخامس في يونت 3، اخر درس في يونت 3، وهنحل تدريباته اللي هي هتكون صفحة 104 و105 من كتاب بيت باي بيت. يلا نقرأ مع بعض كده الدرس ونشوف بيكلمنا عن ايه. بيقول لي هنا reading and life skills. reading and life skills. reading يعني القراءة وlife skills يعني مهارات الحياة. طيب تعالى نشوف كده مع بعض. اول كلمة عندنا يقف، stand up. stand up. stand up. stand up. stand up. stand up يعني يقف. طيب هنا حجرة الفصل الدراسي، classroom. classroom. class. classroom. 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 طيب هنا يجلس، sit down. 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 عندنا هنا يستمع، listen. it is silent. listen. 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 listen يستمع. listen. 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 طيب حصة الرسم، art class. art class. art class. art class. art class. art class. يكتب، write. الw silent. write. write. الw لو جه وراها r makes sound r، يعني الw ما بتتنطقش، يبقى اسمها write. 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 write يعني يكتب. write يكتب. يرسم صورة، draw a picture. تاني، draw. 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 draw a picture. اليو هنا ش، ده مقطع شر. يبقى draw a picture. draw a picture. 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 draw a picture. draw a picture. picture يعني يرسم صورة. طيب يذهب للمنزل، go home. go home من غير حرف جر، ما بقولش go to home، بقول go home على طول. go home. go home. go home. هنا يودع، يبقى say goodbye. say goodbye. say goodbye. say goodbye. say goodbye. say goodbye. say يعني يقول، و goodbye يعني مع السلامة. يقول مع السلامة يعني يودع الشخص اللي قدامه. طيب تعالى نكمل، استوانة. cd. cd. استوانة. cd. c و d. طيب يعمل الواجب، do homework. do homework. do homework. خلي بالك ان كلمة homework بيجي معها do، وهتفضل معاك بقى لحد ما تخلص ان شاء الله الثانوية كده، يسألك عنها. homework do. homework do. يبقى do homework. do homework. do homework. طيب هنا flower. 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 flower word. flower word. صورة picture. 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 نفس كلمة picture دي هي نفس كلمة draw a picture. هي دي، يعني انت لو حفظت draw a picture يبقى انت حفظت كلمة picture دي. يبقى picture صورة. picture صورة. picture صورة. b i c t u r e. b i c t u r e. طيب تعالى نشوف هنا، عندي كان الجرامر هرجع لك عليه سريعا كده. كان الفعل الامر، لما اقول لحد اعمل حاجة هبدأ على طول بالفعل، بالفعل في المصدر يعني فعل بدون اضافات. طب لو عايز اقول لحد ما تعملش الحاجة ادي له امر منفي، هبدأ بدونت زائد المصدر. دونت زائد المصدر. اقول لك دونت رايت، ما تكتبش. اقول لك don't go، لا تذهب. don't play، لا تلعب. يبقى don't ابدأ بdon't. ابدأ بايه؟ بdon't. طيب تعالى اقرأ معاك الدرس ده، شوف بقى القراية واقرأه تاني بعد، يعني وقف الفيديو واقرأ انت كمان زي ما انا قرأت عشان تتدرب على القراءة سنة تانية. this is my school in Swiss. يعني هذه مدرستي في السويس. we go to school early. يعني نحن نذهب إلى المدرسة مبكرا. we sit down. نحن نجلس. to start our lessons. لكي نبدأ دروسنا. we listen to our teacher. نحن نستمع إلى مدرسنا أو مدرستنا بقى، miss هدير. اسمها إيه؟ اسمها هدير. miss هدير دي يعني miss مدام.
طيب it's time for our art class. إنه الوقت حان الوقت لـ art class يعني حصة الرسم. I draw two trees and a flower. يبقى أنا رسمت شجرتين ووردة. We stand up. إحنا نقف to say goodbye لكي نقول وداعا أو مع السلامة to our teacher للمدرسة بتاعتنا. We go home. نحن نذهب المنزل at الساعة to at half past two يعني الساعة 2:30. 2:30 أقولها إزاي؟ half past two. half past two. طب ممكن ليها طريقة تانية أقول it's 2:30. At 2:30. At 2:30. تكبر شوية ناخد الساعة إن شاء الله في سنة تالتة. At 6:00 في الساعة 6:00 I do my homework. أنا أعمل إيه؟ واجبي. طيب تعالى بقى نحل التدريبات اللي عليه. عندك هنا الصفحة دي هتحل فيها اللي تنزل بكل كلمة عمود وتحفظها كويس جدا جدا يا سنة تانية. طيب في حتة هنا هي في صفحة 102 تعالى نحلها مع بعض عشان ما بقاش سبت حاجة. بيقول لي هنا هنحط الكلمة اللي فوق دي في الفراغ المناسب ليها. do يعني بيجي وراها homework يعني يعمل الواجب. art يعني بيجي وراها class يبقى حصة الرسم. down طبعا عايزة sit down يجلس. وstand عايزة وراها up. يلا بيقول حل الأول واحدة. بيقول لي هنا we sit يبقى sit down يبقى نحن نجلس. number two I draw trees in نقط كلاس يبقى art class في حصة الرسم. we not up يبقى stand up. طبعا لازم تقرأ الجملة الأخيرة to say goodbye our teacher to our teacher. هنا I not homework كلمة homework هي سنة تانية يجي معها do يبقى I do my homework. يلا نقلب الصفحة ونحل صفحة 104. عندي هنا بيقول لي كلمة write يكتب. فين الراجل اللي بيكتب؟ ايه ادي ولد بيكتب يبقى number e. طيب كلمة سي دي يعني ايه سي دي؟ استوانة. استوانة عندها بي يبقى نكتب هنا كده بي. stand up. stand up يعني قف يقف يبقى هما هي تلات اطفال واقفين يبقى دي. picture صورة يبقى رقم ايه. draw يرسم سي. يلا نكمل. هنا هنحط دايرة. بيقول لي الصورة دي كلاس روم ولا هاوس؟ كلاس روم فصل. طب الصورة دي draw يرسم. طب الصورة دي listen يستمع. أما write يعني يكتب. طب الصورة دي الصورة دي هم قاعدين يبقى sit down مش stand up يعني يقف أو يقف. تعالى نشوف الباقي. هنا بقى عايزك تشوف انت حفظت ولا لا. يلا كلمة draw بتكتب ازاي؟ d r draw. draw يعني يرسم. a w. كلمة teacher t e a c h e r teacher. طب كلمة write يكتب w r i t e write يكتب. طب كلمة flower وردة. flower وردة. طيب تعالى نشوف باقي الأسئلة. هنا بيقول لي حط صح أو غلط قدام الكلمة الايه قدام الصورة المناسبة. بيقول لي we sit down احنا دلوقتي قاعدين اهو قاعدين. طب I stand up انا اقف؟ لا مش يقف الولد مش واقف ده بيكتب رايت. طيب هنا I draw picture انا pictures انا ارسم صور؟ لا ده listen بيستمع. طب it's time for art class البنت بترسم يبقى هي دي في حصة الرسم يبقى صح. طيب هنا بيقول لي write a sentence هكتب ايه؟ اكتب سنتنس جملة واحدة. خلي بالك الجملة تبقى فاعل فعل مفعول فاعل فعل مفعول يعني ما تكترش عن الجملة عن كده. طبعا احنا خدنا ازاي نكون جملة وبنعمل باراجراف مع بعض فانت شاطر طبعا. يعني عندنا كلمة سكول مدرسة عايز اعمل عليها جملة ممكن اعمل جمل كتير قوي على كلمة سكول دي. طب يلا اقول عايز اقول انا اذهب الى المدرسة. I go to the school. I go to the school. طب هنا كلمة homework واجب يلا أنا أعمل الواجب. I do my homework. I do my homework يعني أنا أعمل إيه؟ أنا أعمل واجبي.
طيب يا سنة تانية احنا كده خلصنا. عايزاك بقى انت تحفظ الكلمات كويس قوي قوي دلوقتي، واحفظ الجمل اللي انا اديتها لك قبل كده. بكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب. كانت معكم مسمونة صبحي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.